طيب خلصنا البوردر رادياس وخلصنا البريفكس وخلصنا الترانزيشن. يعني الترانزيشن هتستخدموها كتير من المقال. تمام يا كبير، في اي ملاحظه حاب اضيف معلومه من معلوماتك القيمه؟ طيب فلو انا جيت قلت له مثلا لينير يعمل لي بنفس السرعه 100%. طيب خلينا ناخذ خاصيه ثانيه، بدون ترانزيشن. في عندي خاصية، هذه الخاصية مهمة الصراحة، بنفس أهمية البوردر راديوس، اسمها بوك شادو. تعال بس تحت البوك شادو نفصل ايش بتاعه. لا لازم تدعم كل واحدة، ما ينفعش تدعم فوق، ما ينفعش في النجمة تدعم. ليش؟ لأنه أنا لازم أدعم كل خاصية. فلو انا بدي ادعم الشادو هنا هياخد كل الموقع شادو، كل التجارب دمار، فللاسف هنا هتتعب شوي. فالبوكس شادو يا ايمان ايش ماله؟ من ايش يعني بوكس شادو؟ ظل اي تاج بدك اياه. قال لك البوكس شادو بتكون من 6 خصائص، 6، تخيل. ذاك التكست شادو، ما في عندي بوكس شادو وتكست شادو، تعال نشوف مع بعض ايش هم الست. تمام يا حقيقي؟ ايش هم الستة حقيقي؟ في عندي حاجة اسمها اكس، وعندي حاجة اسمها واي، وعندي حاجة اسمها البلر أو البلور، وعندي حاجة اسمها السبريد، وعندي حاجة اسمها الكلر، والسادسة نحكيها كمان شوية. خلص خالتي قالت لي كمان شوية، وأنا دايما باخذ إذن خالتي، أنا ركز معي. فقال لك ايش الاكس؟ طبعا احنا ايش البوك شادو يا زكزوك؟ اللي هو بيعمل لي ظل. الظل هذا بيكون بديل مين حسب علمك؟ ممكن يكون بدل البوردر، لان البوردر بيكون ملزق في العواء، فالظل بيديك شكل احلى. فبقول لك الاكس هي بالبكسلات، والواي بالبكسل، والبلر بالبكسل، والسبريد بالبكسل. طب ايش الاكس؟ ازاحه الظل على محور السين. يعني لو انا اجيت عملت زي كده، هجيت لو كان بالموجب بروح يمين، لو كان بالسالب يعني بيعمل لي ظل لكن بيسيح افقيا. الرقم الاول بتحكم في ازاحه الشادو افقيا، فانا بدي اقول له انا ينزاح افقيا 10 بكسل، بعدين بعمل مسطره. ايش الثاني؟ واي اللي هو بيتحكم في الظل عموديا، يا يطلع لفوق يا ينزل لتحت، فبدي اقول له كمان 10 مثلا. ايش البلر؟ الضبابيه، كيف تكون قديش كميه الضبابيه للشادو، فبدي اقول له مثلا 30 بكسل. الضباب بالنسبه للمئويه؟ لا بالبكسل، في بالنسبه للمئويه بس بالبكسل اكثر شيء شهره. تمام. السبريد ايش هو؟ الانتشار، زي انتشار المرض، بيزيد كثافته بتقل. فقلت لو زاد رقم السبريد الانتشار تبعه بيزيد، السبريد معناه الانتشار، فبدي اقول انا الانتشار تبعه 30. ايش الخامسه؟ اللون، بدي اقول له الظل لونه احمر. والسادسه كمان شو هتعرف؟ المفترض الان لما احط هي عمل لي ظل مزيوح 10 افقي ومزيوح 10 لتحت، هنا الموجب عكس الطبيعي، المفترض الموجب يمين فوق، الموجب هنا يمين وتحت عكس الطبيعي. فلما اجي بقول له 10 بكسل اللي هو القيمه الاولى، انه الظل ينزاح لليمين 10، بتلاقيه هنا زايع 10 بكسل، وهذه ال 10 للواي نازل لتحت 10 بكسل. وبعدين الضبابيه تعال 30، قول له مثلا 50، هتلاقي طرف الشادو زادت الضبابيه تبعته التخبيش. طيب السبريد قول له مثلا 90، هتلاقي الانتشار تبعه زاد، زي لما كورونا انتشرت على الخريطه بقول لك زادت الكذا، فاهم علي؟ طيب واللون الان تعال نقلل، نقول له مثلا الانتشار 20 والضبابيه 20 مثلا بالشكل هذا. حلو؟ تمام. بس انت ما عملت انتشار صاروا نفس الحوادث. لا اصبر بس، لا بس ركز معي الان. انا بدي اخلي الاكس صفر والواي صفر. يا عمي ماله هذا؟ صفر صفر. ايش يعني صفر الاكس وصفر الواي؟ يعني ما ينزاحش، يعني يضلوا على نقطه الاصل، يعني بتلاقيه من جميع الاتجاهات متساوي. فلو بدك اياه متساوي من جميع الاتجاهات ايش بتقول له؟ الاكس صفر والواي صفر. لا لازم تكتب، هنا ما بينفعش، لازم تكتب الخمسه على الاقل. ممكن تكتب 4، فبعتبر انه هنا مثلا فيش سبريد،
او ايش يعتبر؟ انه يعتبر انه هنا الطبيعي والسبريد صفر، الانتشار صفر، في حال انت ما كتبتش سبريد. لكن انت عشان ما تتلخبطي شفته بالخمس خصائص. الساسه ايش هي؟ انه لو انا قلت له انست، انست بيعمل لي الظل داخل العنصر من البوردر وجوه. لو انا شلتها فهي اوتسيت اللي هي الافتراضيه. حابب ازود الضبابيه بقول له 40. تعال نعمل انست، يعني ايش اللي هو داخل، شايف كيف الضبابيه مبينه؟ فاهم يا عبد الله؟ فهذا الظل. طب اجى واحد قال لي انا بدي اعمل ظلين، ظل احمر وظل، لا لظلين برا وجوا، كلهم برا كلهم جوا اللي بدك اياه. فانا بدي اعمل ظلين. لو انا قررت الخاصيه وقلت له مثلا جرين، هياخذ الظلين، هياخذ اللي تحت لانه البوكس شادو والبوكس شادو نفس بعض، فاللي تحت هتتنفذ وتشطب اللي فوق، فيضل عندي ظل واحد اخضر لانه اللي تحت شطبت مين؟ اللي فوق. طب كيف انا بدي اعمل الاثنين؟ قال لك بتيجي هنا بتعمل فاصله، لازم تشيل هذا، تعمل فاصله وبتكتب ست قيم جديده او خمس قيم جديده. فبقول له مثلا صفر صفر نفس الخصائص، فبقول له مثلا هذا 20، خلينا نقلل الضبابيه، هنا 20 و20 وهنا بنخليها مثلا 7 او 6، وهنا بقول له مثلا 6، بس بدي اغير اللون، بقول له مثلا بلاك اسود. فلقيت هو ايش عمل لي؟ عمل لي ظل واحده صفر، فعمل لي شايف انت كيف؟ تعال قول له انا مثلا ريد، هتلاقي اخضر على احمر. طب انا ممكن اعمل بالسالب ولا لا؟ ممكن اجي اقول له هنا مثلا، مثلا اقول له 10 بكسل، 10 بكسل يعني على اليمين تحت، وهذا سالب 10 بكسل على الشمال فوق، فيتلاقيهم قبال بعض. طب تعال اعمل بوردر راديوس 50%، ايش يعني؟ دائره. طب بدي لما اعمل هفر البوكس شادو ينعكس، يعني الجرين تصير الجرين يصير بدل الاحمر والاحمر بدل الجرين، يعني هنا احمر وهنا جرين، يعني السالب بدل الموجب والموجب بدل السالب، فبيعكس مع الترانزيشن. طبعا الترانزيشن كثير هنا، كل مثلا واحد اس طب حابب انا اعمل ثالث رابع خامس سادس، انت حر بعد ما تخلص بتمسك، ممكن انت تنزل الفوت بالشكل هذا وتخليهم تحت بعض زي عشان ما تتوهش. بدي اعمل ثالث، بروح اعمل واحد ثالث رابع خامس سادس، مش سامع. هذه كل بوكس شادو بتفصل بين الثانيه والاولى بفاصله وبتلعب في القيم. عاد وين جمال البوكس شادو؟ جماله ما يكون قيمته بسيطه، يعني قيمه قليله. يعني تعال هنا بالشكل هذا، تعال لما نعمل هفر نقول له بتعمل بوكس شادو واحد مثلا صفر وصفر عشان يجي في النص، يعني جميع الاتجاهات متساويه. وبعدين بدي مثلا الضبابيه 16 بكسل، وبدي الانتشار 5 بكسل، وبدي اللون ار جي بي اي صفر اسود يعني، وبعدين يكون شفاف بدرجه النص. فانا عملت ظل خفيف لما احط الماوس، خلينا نعمله ايش؟ برا الهفر يعني في العنصر الاصلي بالشكل هذا، يعني زي هيك، شايف كيف؟ لطيف. حابب انا انزله لتحت بعمل بالسالب عشان تحس انه بارز لفوق، فكل ما زودت هنا اللون شفيف بيزيد، كله مثلا بوينت 2، فكل مكان اخف كل مكان احلى. ممكن تحدد اللون اللي بدك اياه، فانا ممكن اقول له مثلا بالشكل هذا، لكن لما احط عليه الماوس ايش يعمل؟ يعمل لي شادو اغمق منه، مثلا هنا بوينت 2، انا اقول له مثلا بوينت 5 ولا بوينت 7 6. فالمفترض لما احط الماوس يزيد الشادو، لما اشيل الماوس يخف الشادو يرجع لوضعه الطبيعي. طب انا الشادو بدي اتحكم فيه بطريقه اسهل، باجي على فحص العنصر وباجي على الدف تبعي، باجي على الخصائص. هنا بتلاقي ايش ماخذ هنا؟ بوكس شادو صح؟ خصائصه تلاقي هنا في مربعين اللي هو الايديتور، تضغط عليه بيطلع لك بقول لك انت بدك اياه اوت سيت ولا ان سيت. بدي اياه اوت سيت. طب بدك تحركه؟ اه هي بدي اياه اكس هيك ينزل بالشكل هذا، فبتلاقي الاكس ما بتتغير. بدي انا الريد يزيد، بدي الشكل هذا يزيد بالشكل هذا، وبعدين بحدد اللون. الان بخلص باجي بنسخ القيم الجديده هذه، نسخ وبحطها هنا لصق. حسب اللي بدك اياه، انا باخذ القيم من الاكس دي يعني. لا الان انت الاكس بتكون موجوده في الاكس دي،
والوايد موجوده في الاكس دي، والبلار موجوده، والسبريد موجود، واللون موجود، فبتاخده كله من التصنيف. فبالشكل هذا الشاب تحس انه بارز. تعال نزود الديش شويه، بتحس انه بارز لتحت، انه طالع عن الطاوله. فممكن انا لما اعمل عليها هفر، ايش؟ اخلي مثلا، بس انه هنظبط الارقام، واقول له مثلا بوينت 3 مثلا، خف شوي. طبعا ممكن اخليه يطلع لفوق كانه بطلع بفرز عن الشيء، بس لسه ما اخذناش السحب والازاحه والاجتهاد. فاهم شيء؟ جد والله. طب خلينا ننجز وناخذ كمان خاصيه جديده. الشادو في اي سؤال؟ طبعا الشادو بيظبط على كل الخصائص. بس غير الشادو هذا، في عندي بوكس شادو، في عندي تكست شادو. الان سيبك من الهافر هذا. الان انا البوكس شادو بنعمل على عنصر كبلوك او ان لاين. لكن لو انا جيت عملت فقره هنا، كيف بنعمل شادو؟ لا، بدي استخدم البوكس شادو على الفقره. يعني انا عندي فقره بالشكل هذا زي هيك، وبدي اجي اعمل له بوكس شادو. الان لما اعمل له بوكس شادو، هيجي الشادو على الكلام، على حواف الكلام، ولا كبلوك كامل؟ كبلوك كامل. لانه لو انا جيت عملت له بي بالشكل هذا، قلت له بوكس شادو، لا، كبلوك كامل، كعنصر كامل. الان انا بدي الشادو على الكلام نفسه، على حرف حرف يجي. فبستخدم تكست شادو. التكست شادو بتاخذ اربع قيم بس. بس اربع قيم، اللي هو اكس واي والضبابية واللون. فأنا ممكن أجي هنا أقول له مثلا 5 بكسل ضبابية، ويعمل لي بالشكل هذا. طب أنا بدي إياه مثلا لتحت 10 بكسل، نزل لتحت، أو كثير 10 بكسل، ممكن 5 بكسل، وممكن مسافة نعمل بين الأحرف لاين هايت مثلا 30 بكسل بالشكل هذا. فبتحس الظل يجي تحتيه. فممكن أنا أعمل ظل مثلا أحمر، تمام، وخلي هذه صفر. بخلي مثلا لون النص ابيض، فهيضل مين عندي؟ الظل والارض بالشكل هذا. بس مش حلو. فالتكس شادو استخداماته قليله. وقتش ممكن نستفيد منه؟ لما يكون الظل من نفس درجه اللون بس اخذت شوي. يعني مثلا تعال نقول له مثلا بنفسجي او بالشكل هذا مثلا، وبعدين اخذ اللون هذا واحطه للشادو بالشكل هذا، من نفس درجة اللون. طبعا انا ممكن اجي هنا واحاول الار جي بي بالشكل هذا، واجي احط شفافية واخليه مثلا نفس اللون بس بدرجة مثلا 0.3. فهو في ظل، ممكن انزل شوي مثلا 5 بكسل، بس بكون موجود تحتيه مثلا بشكل خفيف. تكشر مش موجود اساسا. اي، شايفين كيف؟ من نفس درجة اللون بطلع احلى. مثلا اما تعمل لي اسود على احمر على اخضر ما بينفعش. وكمان التكس شادو بنسبه 99% مش مستخدمه كثير عندنا. ولكن في بعض الناس لسه ما خلصناش، في بعض الناس ايش؟ تستخدم. تفضل. لكن بنسبه 99% ما حدش بيستخدم. هيك احنا خلصنا البوكس شادو والتكس شادو. هناخذ خاصيه ثانيه الان ونشرحها، بدها ثلث ساعه، خلينا نخلصها. عشان بدنا ننجز، عشان الجامعات جايه. بديش ارتاح، انا بدي اموت. كل الناس كويسه. روح بشو انت بدك، انت زهقت، مليت، انت مليت. طب نعم، نعم على الطاوله، صحيح، بس خلص. وعد وعد وعد، شرف والله العظيم، شرف اشرف. طيب خلينا نيجي هنا نكمل. بسم الله. صلوا على النبي. الحاجات اللي بدي اشرحها الان يا عبيد مهمه جدا، مهمة جدا. خلينا نوقف النعومة ونشيل الفقر. فصلوا على النبي. الآن أنا بدي أكتب جوا كلمة بوكس، بوكس بالشكل هذا، حلو؟ وبدي أجيبه في النص، أقول له تكست ألاين سنتر. الآن لو أنا بدي أخلي البوكس هذه تيجي في النص عمودي، بدون فليكس، بدون جريد، بدون أي حاجة، بالطرق اللي تعلمناها. أنا هيك وصلتها أفقيا. بدي اوصل كلمة أو جملة في وسط المربع عمودي. كيف؟ لا ولا حاجة. بنيجي نعمل هنا لاين هايت. ايش اللاين هايت؟ المسافة بين الأسطر.
بقول لك هذه حاله خاصه، بقول لك لو انا حطيت اللاين هايت نفس الهايت يجيب لي في النص عمودي. تمام تمام يا زكزوك، هذه بس عام هيك هديه مني، بس ممكن ما تستخدمهاش في المستقبل لانه في بديل عنها، ولكن احنا عملناها بالشكل ده. حلو حلو. الان في عندي في السي اس اس 3 خاصيه اسمها ترانسفورم. خلصنا للترانزيشن، انا بدي اياك تفرق بين الترانزيشن والترانسفور والانيميشن. الترانزيشن النعومه، الترانسفور التحويلات، الترانسفورم ايش؟ تحويلات. الان الترانسفورم عندي نوعين، ايش هم النوعين يا حي؟ تقدح رز اليوم؟ بلاش مسالخ في الدار، استناه في الدار هالجيل. ماشي، الترانزيشن ها الترانسفورم هذا في عندي منه 2 دي و 3 دي. ايش يعني يا محمد 2 دي؟ يا ابراهيم اسف، خلص قلنا محمد. ال 2 دي يعني 2 دايمنشن، يعني في اتجاهين، يعني اكس واي، هاي اكس واحد هاي واي اثنين، يعني هاي اتجاهين. الان 3 دي اللي هو في عندي اكس واي وزد، البعد الثالث اللي بيكون عمودي لعينك، يعني لقيت هاي اكس هاي واي وهذه بتكون بعد ثالث لعينك. ايوه البعد اللي على عينك هذا ال 3 دي. ال 3 دي عاد مش مستخدم كثير عندنا، وعشان تفعله لازم تعطي خاصيه للاب اسمها برسبكتيف وتخش موال كبير. فانت حابب تستزيد فيه وتتعمق فيه براحتك في الدار، خلص براحتك. شغله شبه معدوم عندنا مش كثير، زي مين؟ زي فكره التكست شادو مش مستخدمه كثير. فال 3 دي انت بتتعلمه براحتك. ال 2 دي انا هشرح لك اياه الان بالتفصيل. ال 2 دي طبعا نفس اللي في ال 2 دي موجود في ال 3 دي، بس ضاف البعد الثالث. يعني عندنا مثلا الترانسفورم روتيت، في عندي روتيت اكس وواي، هناك روتيت اكس وواي وزد. تمام. فال 2 دي في خمس خصائص تندرج تحتيها للترانسفورم، تعال نكتبهم على السريع. ففي عندي خاصيه اسمها ترانسفورم، هذا الترانسفورم ال 2 دي اسمها ترو، لا تكتبش 2 دي بس، خلص احنا بدنا نعتبرها 2 دي. في عندها خمسه، واحده اسمها روتيت دوران، وفي عندي سكيل زي اللي انت قلت لي عنها سرقتها سكيل، وفي عندي ترانسليت. ايش يعني ترانسليت؟ تيجي تقول ترجمه، ما فيش ترجمه عندنا، احنا ايش نترجم احنا؟ ترانسليت هنا تيجي معناها ازاحه، او فوق او تحت. شاطر. في عندي السكيو، ايش يعني سكيو؟ انا نفسي مش عارف. ايش الخامسه؟ ماتريكس اللي هي المصفوفة. في عندي خمسة بدكم تفهموها. روتيت يعني دوران، ان انا بدي لما احط العنصر الف الف يدور يمين شمال هيك وهيك. سكيل زي السيرش اللي قبل شوي شفناها هنا في طيبان المتخلف، هيا 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 بتلف، شايفين كيف بتلف؟ السكيل تكبير وتصغير، يعني انا بكبر العنصر اضعاف اخوه او بصغره اصغر. ترانزليت ازاحه، يا بزق يمين يا شمال يا فوق يا تحت. سكيو ايش بيعمل السكيو؟ اكثر شيء بكره. ايش السكيو يا زكزو؟ يا عم هاي الدوران. ايش هي السكيو؟ لا يا عم السكيل كيف اشرح لكم اياه؟ هاي الجوال، اكيد انا بدي اعمل لي سكيو، بمسك الزاويه هذه، الزاويه هذه بمغطى، بتحسه بربص الدب، يعني بمغط بنطعج، فاهمين؟ زي الزفت. الماتريكس ايوه زي هيك او زي هيك او زي هيك او زي هيك، تمام؟ الماتريكس خليط بين الاربعه دول، فبتحط انت ست قيم هنا وبيعمل لك شكل زي الكابت بيزر، بيعمل لك حركه غريبه. هنا في الماتريكس بيعمل لك شكل جديد على كيفك، انت بتجربه على النت وبتجربه. فاحنا المحاضره هي خلصنا الجزء النظري، المحاضره الجايه نبلش في العملي، ولا نخلص العمل على السريع؟
خلاص يبقى نخلص النظره الجيت والعملي هالجيت عشان ننجز. فيا